حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن المساومات المستمرة من قبل الدول الغربية في المفاوضات حول برنامج إيران النووي مع الدول العظمى يمكن أن تهدد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نهائي. التفاصيل في تقرير فالي حبيب. إيران وملفها النووي مرة أخرى على جدول الأعمال العالمي، ولم لا؟ والمباحثات معها من قبل الدول الكبرى الست في الطريق إلى خط نهايتها. معلومات تبقى مسربة غير مؤكدة، كون المحادثات تجري من خلف أبواب موصدة، وإن حاول من حاول اختراقها واستهدافها من خلال زرع برامج تجسس متطورة تبلغ تكلفتها وبناء على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة كاسبراسكي لاب على الأقل 10 ملايين دولار وفقا للتقرير الصادر. تجسس استهدف الفنادق وقاعات المؤتمرات. أصابع الاتهام وجهت لإسرائيل التي رفضت هذه الاتهامات بجملتها. تلك إسرائيل التي لا يتوقف رئيس حكومتها من حث القوى العظمى على تضييق الخناق على إيران، ولطالما شكك بقدرة الاتفاق المتبلور معها. فنتنياهو اليوم وخلال لقاء عقده مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستينسيادس أكد أن الرابح الأكبر من هذه المفاوضات هو إيران. تصريحات جاءت مطابقة لأقواله من يوم أمس. للأسف الأنباء الواردة من الدول العظمى تشهد على اقتراح تنازلهم مقابل التعنت الإيراني. الاتفاق المتبلور هو سيء كما ظهر منذ البداية، ومن يوم إلى آخر يزداد سوءا. لم يتوقف، بل أزد نصيحة للدول الكبرى الست، نصيحة لطالما أزعجت ورفضت من قبل حليفة بلاده الولايات المتحدة. ليس متأخرا أن تعود إلى رشدها وترفض هذا الاتفاق والتعنت للوصول إلى اتفاق أفضل بكثير. ويبقى الملف النووي الإيراني فزاعة رئيس الحكومة لصرف النظر عن قضايا داخلية كثيرة عالقة من جهة، وكسب تعاطف الرأي العام الدولي من جهة أخرى، والحديث يدور عن موجة مقاطعة. ويجب الذكر بأن إيران الرسمية طلبت اليوم بتغيير الفنادق التي تجرى فيها المفاوضات منذ أشهر عديدة إلى أماكن أخرى، خاصة بعد اتهام إسرائيل بقضية التجسس على هذه المفاوضات وعلى ما يجري داخل الغرف المفاوضات وخلف الأبواب الموصدة. ولمواكبة هذا الموضوع ينضم إلينا سيد توم حرب مدير مركز التحالف العربي الشرق أوسطي. مرحبا بك سيد توم. في البداية سيد توم، نتحدث عن المحادثات النووية الإيرانية، ودنا نقول إيران تتهم إسرائيل بالتجسس على هذه المحادثات وتطلب نقل الفنادق التي يجرى بها المحادثات إلى أماكن أخرى. الأمر الذي دعنا نقول يثير الاستغراب بأن الموقف الأمريكي من هذا التجسس، لم نسمع أي موقف أمريكي. دعنا نقول التجسس لم يأتي فقط ضد إيران، أيضا ضد الولايات المتحدة. بالفعل هو سمعنا بهذا التجسس منذ الأسبوع الماضي، وإنما سمعنا في نفس الوقت بأن المفاوضات بالتفاصيل هي متأخرة كثيرا، ومن معظم الأعضاء قالوا خاصة الروس والأوروبيين بأن المعاهدة ليست ستحصل في آخر هذا الشهر. فبالوقت الحاضر ما نراه بأن بدل ما أن يقررون للتمديد لهذه المفاوضات يضعون حجج بالتنصت للمبادرة القادمة التي ستكون هي للتمديد للمفاوضات. نعم سيد توم، هل تتوقع الإدارة الأمريكية بأنه بالثلاثين من هذا الشهر سوف يكون الموعد النهائي، وبأن إيران سوف تصل أو تقوم ببعض التنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي؟ تنازلات أنا لم أتصور بأن هناك سيكون تنازلات، لأن الكونغرس الأمريكي يراقب التفاصيل في دقة في الوقت الحاضر، وهنالك ضغوطات كثيرة على إدارة أوباما، وإنما التمديد لشهر أما شهرين فهذا من الممكن أن يحصل. نعم سيد توم حرب رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، شكرا جزيلا لك.
وأنا سوف أبقى بالمحادثات النووية الإيرانية. وأيضا يجب أن نذكر بأن الطرف الإيراني يأمل بأن تنتهي هذه المحادثات في 30 يونيو، من رغم من الفجوات والأمور العالقة في هذه المحادثات كما يقوم الطرف الإيراني. ومن الجهة الأخرى واشنطن تقول بأن الموعد النهائي هو الموعد النهائي لهذه المحادثات بالرغم من الفجوات الواسعة. والنقطة الأهم التي بقيت في هذه المحادثات هي العقوبات الاقتصادية وموافقة إيران على مراقبة المفاعل النووية والسماح لوكلاء الطاقة وكالة الطاقة النووية العالمية بالدخول إلى المفاعل النووية في إيران. وما ينضم إلي أيضا الدكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية. مرحبا بك دكتور علي. أريد أن أتحدث بك عن موقف إيران بالنسبة لقضية التجسس التي تطلب نقل هذه الفنادق إلى فنادق أخرى ربما تخوف من التجسس الإسرائيلي. كيف تقرأ هذا الأمر؟ تحياتي إليكم والأعزاء المشاهدين. بدليل أو آخر كانت لهجة الإيرانية لهجة خفيفة جدا، يعني خلافا للمرات السابقة التي كان هناك كانت تسريبات بشأن تجسس الإسرائيلي على مواقع الإيرانية أو على موقع منظمة الطاقة الذرية. هذا المرة أنا كنت أتابع الصحف ووسائل الإعلام، يبدو أنهم قرروا عدم إثارة الموضوع خارج إطار معين، فرغم أن في صحف الغربية قرأنا كثيرا ولكن المواقع الإلكترونية وكالات والصحف الإيرانية وأيضا الإذاعة والتلفزيون. لماذا دكتور علي لماذا هذا التعتيم كما تقول؟ لأن النظام الإيراني لا يرى خيارا سوى الاتفاق. الآن مثلا إثارة الموضوع كانت توفر للمعارضين لمعارضي الاتفاق الأصوليون والحرس والراديكاليين فرصة لمهاجمة الرئيس روحاني والتشكيك في جدية هذا المباحثات وصدقية أو صداقة الطرف الأمريكي. فلذلك أعتقد بسبب يعني خيارات محدودة جدا. نعم، على ما يبدو انقطع البث مع الدكتور علي نوري زاد الذي كان معنا عبر سكايب والذي تحدث عن المحادثات النووية الإيرانية.